زي ما احنا عارفين ان الاهلي بيوصل بقى تدريباته استعدادا للسوبر الافريقي. ده هيكون الجمعه اللي جايه الساعه 6 بتوقيت مصر، الساعه 7 بتوقيت الدوحه، امام نهضه بركان المغربي. يعني كتير بيقول المواجهه ممكن تكون سهله زي ما كنا بنقول، بس طبعا مش هو ده نظام الاهلي. احنا بناخد كل مباراه ان هي مباراه حاسمه، ولازم يكون فيها تركيز، ولكن لازم يكون فيها تكتيك، ولازم يكون فيها مجهود. الاهلي بيحترم اكيد وبناكد على ده كل منافسيه، وكل مباراه عنده لوحدها بطوله. خلينا نتكلم عن الاجواء دي كلها، بس نرحب يعني هو ضيف عزيز، وهو يعني زي ما بيتقال ابن النادي الاهلي، كابتن صديق الجمال لاعب الاهلي السابق وعضو لجنه اكتشاف كمان المواهب بالنادي الاهلي. صباح الفل. صباح الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. منور الدنيا، وبنسعد كالعاده بوجود حضرتك معانا. وعندنا بقى ملفات كتير، تحب نبتدي منين؟ هل نبتدي بنهضه بركان، ولا نبتدي مثلا بسان داونز، ولا الترجي؟ اي حاجه تحت زي ما الامر لله. احنا هنتكلم في كل الاهلي عامه، يعني في اي تخش في اي مجال، يعني في اي وقت في حاجات كتير تخش منها. طب نخش من فين الاول؟ طبعا انا ببارك للنادي الاهلي على المباراتين بتوع سان داونز، والحمد لله تخطينا الدور ده وهنلعب الترجي بعد كده. طبعا مباراه سان داونز كان الاهلي قدم مباراه قويه جدا جدا في القاهره، ودي سهلت له المهمه بنسبه كبيره. صحيح. في المباراه الثانيه اللي هي كانت في جنوب افريقيا، الحمد لله قدرنا نحرز هدف الاول، فرق مع تيم النادي الاهلي، اعطى ثقه للعيبه واعطى ثقه للجهاز الفني، وقدرنا نحصل مجموع المباراتين بسكور 3-1 على سان داونز، ودي نتيجه كويسه جدا جدا، عطت معنويات وعدت افانتاج للنادي الاهلي، لانه اكيد داخل على بطوله برضه قويه بعد المباراتين دول اللي هي بطوله السوبر الافريقي مع نهضه بركان. لما تكون كسبان تكون معنويات مرتفعه للعيبه والجهاز الفني والمنظومه كلها، دي بتديك باور كويس طبعا، ان انت ان شاء الله باذن الله المنافسه على البطوله دي اللي هي السوبر. الاهلي حققها 6 مرات، وان شاء الله باذن الله تكون المره 7، فدي مديه ارتياحيه للجهاز الفني، خاص المدير الفني مستر موسيماني، فدي هتبقى عامل كويس جدا جدا، هيبقى يديهم افانتاج المباراه اللي جايه باذن الله. نتمنى ده. ويمكن احنا حللنا الفتره اللي فاتت يعني نقاط كتيره جدا في او كانت في مباراه الاهلي وسان داونز، فخلينا ما نضيعش بقى الوقت قوي هنا، خلينا نبص للي جاي، لان كمان المباراه دي مهمه. وكابتن صديق، يعني انا وكريم بنستعرض بعض النقاط الهامه اللي قالها المدير الفني، مش المدير الفني، المتحدث الاعلامي بنهضه بركان، لان هو كان بيتكلم بثقه شديده وده مقبول جدا، لكن هو تحدث عن كذا نقطه. هو بيتكلم ان هو مش عنده اي رهبه من الاهلي، هو بالعكس هو على اتم استعداد، فهم ما عندهمش اي غيابات، الفريق كامل العدد والفريق كمان جاهز جدا وعارف هو بيواجه مين، فكل دي نقاط مهمه جدا. هو سعيد جدا، اول حاجه ان هو يقابل النادي الاهلي في النهائي. النادي الاهلي فريق كبير وليه باع كبير جدا جدا في البطولات الافريقيه، واسم النادي كبير، يعني النادي الاهلي اي حد بالذات في البطولات الافريقيه بيتمنى ان هو يتقابل مع النادي الاهلي. النادي الاهلي في برضه حته كويسه في النادي الاهلي، ان الاهلي بيفصل، يعني زي ما اتفضلتي في بدايه حديثك، خلاص قفلنا صفحه سان داونز، دخلنا على البطوله دي، تركيز عالي جدا جدا. الاهلي بيلعب نهضه بركان، مالناش دعوه بترتيب الفريق المغربي او التونسي او الجزائر، ترتيبه في متزايد الترتيب، في نص الترتيب، متصدر البطوله في بلده. الاهلي عنده حسابات ثانيه خالص، ان هو ما بتفرقش معاه بقى، اللي بيفرق مع النادي الاهلي فرقته وتركيز لعيبته، تركيز الجهاز الفني، عشان هو مطلوب منه بطولات. والنادي الاهلي عودنا اي مشاركات بيخش فيها افريقيه، محليه، قاريه، بيبقى عينه على اللقب. انا بس ليه بقول الكلام ده، او ليه ابتديت بالمقدمه دي، لان الثقه اللي تحدث بيها المتحدث يعني الاعلامي بتاعهم، ربما وحضرتك برضو تفيدني رايك في النقطه دي، هل هي اتيه عن يعني حاجه صلبه، او اتيه عن ثقه حقيقيه متواجده؟ لان زي ما احنا عارفين اصلا نهضه بركان لم يحقق الفوز او النقاط يعني المرجوه، دي حاجه متراجع جدا في الدوري المغربي بالظبط. ثاني حاجه المدير الفني، التغيير اللي حصل في التغيير الفني ما اتاش ثماره، حتى هم نفسهم تحدثوا بهذا الشكل، وكانت الصحف المغربيه تتحدث بهذا الشكل. ف يعني بن علي كمدير فني جديد لنهضه بركان لم يحقق حديث المدرب المرجو. حديث المدرب او حديث المتحدث الرسمي باسم النادي، كل دي عايز يدي معنويات ويدي ثقه لفرقته، لان عارف ان هو يقابل خصم قوي جدا 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 بحجم النادي الاهلي، لفرقته والجماهير فاكيد بيزرع فيهم الثقه، وعلى اساس انه عارف مش اي فرقه يقابلها، فحاطط في اعتباره
ان الماتش هيبقى قوي جدا جدا، فهو بيديهم المعنويات العاليه اللي دي تديهم ثقه ان هم ما يبقوش خايفين من النادي الاهلي. هو الحقيقه المفروض والمتوقع ان المباراه فعلا تكون قويه جدا، بغض النظر بقى عن الفروقات ما بين النادي الاهلي وبين نهضه بركان وترتيبهم في الدوري وحجم ثقلهم قاريا، بغض النظر عن كل التفاصيل دي، الاهلي رايح متعطش لبطوله غايبه عنه بقالها 7 سنين، فعنده دافع قوي جدا، وخصوصا زي ما حضرتك ابتديت كلامك بتقول ان هو كمان جاي من انتصارات متتاليه والقاب حصل عليها مؤخرا وبطولات. وعلى الصعيد الاخر الجانب الثاني، نهضه بركان هو كمان الفرصه دي مش هتجيله كل يوم بعد الظهر انه يلعب الاهلي في نهائي بطوله بالشكل ده، فبرضه اكيد بالظبط كده هيبقى عينه على اللقب، ابو عايزين ياكلوا النجيله بالمعنى الدارج. ايوه عينه على اللقب بس بقول لك ان شاء الله هو مش هيقابل اي فرقه، هيقابل النادي الاهلي، عنده كل المقاومات، عنده مجموعه لعيبه كويسه جدا جدا. النادي الاهلي باع طويل بطولات الافريقيه وبيقدر يتحكم باذن الله باذن الله في رتم المباريات دي والثقه اللي موجوده عند اللعيبه والرؤيه الفنيه العاليه للجهاز الفني. المباراه دي مباراه واحده مش مباراتين زي المشاركات الافريقيه في ذهاب واياب، فحسابات الاهلي تختلف، ان المباراه دي مباراه واحده، الاهلي عينه على اللقب، فباذن الله بيحاول يحسمها ويبقى في تكتيك معين وفي فكر للمدرب موسيماني، والحمد لله ان هو عنده مجموعه لعيبه وبيقدر يعمل روتيشن كويس جدا في وسط اللعيبه وبيقدر يتحول من الماتشات المحليه الماتشات القاريه الماتشات الافريقيه، لان الماتشات اللي مباراه واحده زي ما قلت اتفضلت لحضرتك ان الحسابات بتختلف طبعا تختلف تماما، ان انت لازم تكسب ما فيش بديل، تلعب بقى حسب الخصم اللي قدامك لحد ما توصل تلعب ضربات جزاء، بتلعب من الاول تحسم اللقاء باحراز هدف او هدفين، دي كلها متوقفه على حاله كمان لعيبه النادي الاهلي في نفس اليوم، بس النادي الاهلي مستعد استعداد جيد جدا جدا، وزي ما قلت لك الحمد لله احنا رايحين واحنا كسبانين، دي برضو وكل الثقه وكل الدعم من مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب مع البعثه، وجوده فارق جدا، وجوده فارق جدا جدا، اللعيبه كمان يعني لعيبه الاهلي في كل المباريات في كل المواقف بتلاقيهم صح سواء محلي او افريقي، والحمد لله كلهم عندهم امكانيات عاليه جدا، اي حد يعني انا سعيد جدا بمستوى رامي ربيع لسه كنا بنقول ده امبارح جاي من بعيد خالص، جاي من بعيد خالص خالص، فنيا وبدنيا ركب في المكان وماشي كويس، بنون ايمن اشرف هاني، الحاجات دي كلها بتدي معنويات، الشناوي بسم الله ما شاء الله ربنا يعني يبارك له الفتره اللي جايه، عندنا نص الملعب عندنا ناس اللي قدام برده بتخلص بتجيب جون، فدي كلها عناصر مطمئنه تطمن، وان شاء الله دول ممكن يحسموا اللقاء باذن الله، لان زي ما اتفضلت لحضرتك مباراه واحده مفيش كلام تاني، مفيش رفاهيه ان احنا يعني نعيد لا ذهاب ولا عوده، مفيش ان انت تعوض ان انت تعوض في فريق ببطوله على طول ممكن فريق ما يوفقش مثلا في الذهاب او في الاياب يعني يعوض بعد كده، فان شاء الله نحسم اللقب باذن الله، يبقى اللقب السابع. انت عارف حضرتك كابتن كريم نهاوند ان 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 جماهير النادي الاهلي ما بترضاش الا بالاول ما بترضاش الا بالبطولات، وهي حقها لان النادي الاهلي هو اللي عودهم على كده وقادر على التكرار ده وقادر طبعا، فباذن الله البطوله تبقى في رصيد النادي الاهلي. انا بتفق مع حضرتك فيش خلاف او جدال في هذه النقطه تحديدا، ولكن برضو لازم يبقى كلنا يعني فاهمين او متفاهمين قصه ان في ضغط كبير جدا زي ما حضرتك ذكرت كمان على المدير الفني، يعني احنا دايما ما نتحدث عن الضغط اللي على اللعيبه، لكن هناك ضغط ايضا على المدير الفني، ضغط اكبر بكتير، لان صح. خلي بال حضرتك وهنفضل نقول الكلام ده وقلناه قبل كده، في غيابات وفي اصابات يمكن لاول مره بتحدث بهذا الكم وفي موسم في الاهلي، يعني انت جاي كمان في توقيت صعب وبعدين واجهت اصابات وغيابات عديده وبعدين بتحاول ان انت تتعرف على اللعيبه بسبب ضغط المباريات، الاجهاد لسه كنا بنتكلم عنه، يعني حصل اغماء سواء لقفشه او سوليه، ده كان تصريح حتى من كابتن سامي قمصان يعني قاله بعد مباراه سان داونز، فانت عندك اوريدي كان اجهادات او اصابات او غيابات، ولكن الحمد لله زي ما حضرتك قلت النقطه دي ان احنا انا معاك ان دايما ما بخص النادي الاهلي الحمد لله احنا بقى عندنا في النادي الاهلي والفرق الكبيره اللي هي تبقى هدفها المنافسه على البطولات، بيبقى في لعيبه على مستوى عالي جدا جدا، في لعيبه بره البنك النادي الفرقه اللي عندها بنك كويس البنك اللي هو الاحتياطي يعني دي بتبقى عندها دعم قوي جدا جدا في اي منافسات، ضغط المباريات ان شاء الله ما بيأثرش على النادي الاهلي ما بيأثرش على الفرق الكبيره اللي هي عندها شخصيه البطولات، شخصيه النادي الاهلي بتتفرض في اي وقت،
حته الماتشات اللي هي المحليه او الافريقيه زي ما قلت لحضرتك في برضه عمليه الروتيشن واللعيبه اللي بتنزل بتادي واحنا الحمد لله ما بنحسش بيها. بعض الشيء بتاثر بس بنسبه قليله جدا جدا لان الاهلي عنده البديل الكفء وعنده اللعيبه اللي هي مستوى عالي جدا جدا بتعوض الناس اللي بتبقى. على ذكر الروتيشن يعني خلينا نتكلم بشكل عام عن الخطه اللي الاهلي لعب بيها كذا مباراه ورا بعض. في بعض الاحيان كان في شويه من الجماهير عندهم شيء من التحفظات على الخطه اللي بتلعب والنقاد مش الجماهير بس يعني والاعلام واخد بالك ازاي وفي نفس الوقت مثلا عندهم انتقادات لاداء معين لموسيماني بطبيعه الحال بتكلم على موسيماني لا فكره ان حتى تغييراته لم تلاقي الاستحسان من وجهه نظر البعض من الجماهير ولكن الموضوع اتغير بنسبه كبيره جدا تحديدا بعد الماتش الثاني مع سان داونز يعني كتير جدا من الناس اللي كانت بتنتقد قبل كده اتكيفت قوي من الخطه اللي اللعيبه لعبوا بيها والى اي درجه هم كانوا ناجحين في ان هم يقفلوا الطريق على الاختراق اللي كانوا سان داونز متوقع ان هم يخترقوه في الاياب الاخير بالذات في الاياب يعني في ناس الاياب بس والاياب يعني قصدي اقول لك يعني خطته كانت محسوسه وملموسه اكتر في ماتش الاياب في اغلب المباريات سواء المحليه او الافريقيه بالذات موسيماني من ساعه ما جه في نقد ونقد يعني شديد عليه هو بيرد بالملعب موسيماني الحمد لله كل البطولات اللي دخل فيها مع النادي الاهلي حققها يعني واخد العلامه الكامله في انجازات بيعملها على الارض حته المباريات والاداء الاداء الفني الاداء التكتيكي بتاعه هو بيحسمه بالناتج اللي هو الاكبر ان هو بيربح فطالما بيربح خلي اللي ينقد الاداء ممكن يبقى قليل سنه في بعض المباريات بس انت كمشجع اهلاوي انت عايز النادي يكسب وعايز اداء مع في نفس الوقت لو الاداء قل بنسبه بسيطه وانت حققت الهدف لا يبقى احنا راضيين عنه ولا مباراه قويه في مباريات بتحسم بالتكتيك العالي جدا اللي هو بينفذه بالتغييرات الموفقه ممكن تغيير ما يعجبكش ولا يعجبني بس هو التغيير بالنسبه له هو مميز جدا جدا لانه بيؤدي له الغرض المطلوب منه ما التغيير ده بيتعمل ليه عشان يغير نتيجه مباراه عشان يغير طريقه تكتيك معين عشان يريح بعض اللعيبه يكون واحد عمل مجهود بدني عالي جدا فبيريحه بيحط واحد تاني نازل يكمل الشغل بتاعه المدير الفني اكيد وفي الاخر بينجح الصديق هو يعني هو اللي هيبقى مسؤول هو اللي بيسال فيعني احنا قرانا برضو الشخصيه دي مش لا الراي يحترم بس هو بيرد بالملعب ما هو في الاول وفي الاخر ده قراره هو الاول والاخير هو اللي هيتحاسب في الاخر يعني على كل حال هتسمح لي بس اروح لدوحه هيبقى معانا كريم احمد دلوقتي هناك زميلنا العزيز عشان نعرف منه برضو كواليس بعثه النادي الاهلي وايه الجديد دلوقتي كريم انا في الاول طبعا هصبح عليك واداء اكثر من رائع يعني تغطيه مستمره معانا على قناه الاهلي في البرامج المختلفه وحابين نعرف منك يعني انا تابعت امبارح اللقاء بتاعك وانت كنت بتتحدث ان هم يعني تدربوا بالامس على استاد الجامعه وان حاله الطقس تقريبا مرتفعه جدا على عكس ما انتوا جايين من جنوب افريقيا الجو هناك كان افضل كتير وربما ده اكيد ممكن يكون ليه تاثير برضو نتمنى ان هو ما يكونش سلبي خليني اعرف منك برضو ايه اخر المستجدات عندك في البعثة تفضل يا كريم صباح الخير عليك طبعا زميلتي العزيزه نهاوند وكل التحيه لزميلي كريم طبعا وكابتننا الكابتن صنديق الجمال بالتاكيد طبعا يعني الفتره يمكن صعبه ومرحله مهمه جدا مع فريق النادي الاهلي الطقس هنا صعب شويه احنا درجات الحراره كانت في جنوب افريقيا تاقلمنا عليها بشكل كبير واللعيبه تاقلمت عليها الدرجات كانت منخفضه بشكل كبير لكن احنا جايين هنا الحقيقه انا بكلمك في اللحظات اللي انا بكلمك فيها زميلتي نهاوند درجه الحراره 42 الرطوبه مش عاليه لكن يعني حده الشمس قويه شويه بالنسبه طبعا لوجودنا هنا لكن مع ميعاد المباراه ان شاء الله باذن الله اكيد الامور دي باذن الله تقل شويه لكن برضه هتوصل ل 37 38 درجه جو مختلف بشكل كبير لكن وجودنا هنا يمكن قبل المباراه طبعا باربع ايام او خمس ايام ده امر مهم جدا عشان اللعيبه كمان تتاقلم بشكل كبير ويعيشوا الاجواء بشكل عام لان هي تحدي جديد وبطوله مختلفه يعني البطوله الافريقيه لها حسابات وفنيات مختلفه بشكل كبير جدا عن السوبر الافريقي السوبر الافريقي هي مباراه وحيده فلابد يكون لها حسابات فنيه تركيز كبير من كل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني للتحضير لهذه المباراه الحمد لله يمكن تدريب الامس ما نقدرش نقول ان هي كان تدريب كامل او في بعض الكرات العرضيه الكورسات الشوتينج الفنيات اللي احنا متعودين عليها من الجهاز الفني على قد ما هو كان تدريب خفيف لكل اللاعبين لان الرحله كانت تشقه بالنسبه لي وجودنا هنا او وصولنا من جنوب افريقيا الى الدوحه النهارده هيكون تدريب قوي بفريق النادي الاهلي وهيكون التدريب الاول هيكون طبعا على نفس الملعب بجامعه قطر اللي بتستقبل تدريبات فريق النادي الاهلي حتى طبعا يوم الخميس اللي هيكون تدريب رئيسي على ملعب جاسم بن حمد اللي هيستقبل هذه المباراه ثم يوم الجمعه ان شاء الله هو يوم المباراه اللي بنتمناه يكون مناخ طيب لفريق النادي الاهلي الظروف كلها تكون معانا وان شاء الله يكون التوفيق مع فريق النادي
النادي الاهلي. لحظات ايضا كمان اللي انا بتكلم فيها دي احنا هنتحرك مباشره بقى على الفقاعه رسميا. احنا يمكن وصلنا قبل الفقاعه، طبعا الفقاعه تبدا من يوم 25، احنا وصلنا 24 فمتواجدين في فندق، لكن هيتم تغيير الفندق للدخول بقى في الفقاعه بالكامل. ده يمكن يعني لها تاثير شويه على اللاعبين ولاعيبه النادي الاهلي، لان احنا على مدار اليومين فاتوا كلنا في الغرف، يعني الفطار الغداء العشاء كل الامور دي بتكون عندك في الغرف، لعيبه ما بنشوفش بعض بشكل كبير او تجمعات اللي احنا بنشوفها مع لعيبه النادي الاهلي. لكن ان شاء الله باذن الله من النهارده هنبدا نشوف اللعيبه تجتمع مع بعض. ايضا المحاضرات الفنيه هتبدا لبيتسو موسيماني، وباذن الله ان شاء الله قيادته الفنيه تكون رائعه زي ما شفنا الخطه والتكتيك الكبير اللي قام بيه في صن داونز، وادى اداء النادي الاهلي اداء اكثر من رائع، وادينا نتاهل ان شاء الله باذن الله مع هذه المباراه يكون قراءته الفنيه مميزه. الراجل بيتابع بشكل كبير موسي ويوشا طبعا محللين الاداء اللي بيقوموا بدور كبير مع الجهاز الفني بالكامل للتحضير عدد من المباريات والهايلايتس طبعا لنهضه البركان لمبارياته الماضيه. الامور طيبه الحمد لله حتى هذه اللحظه، بنتمنى ان شاء الله باذن الله الاصرار اللي شفناه مع لعيبه النادي الاهلي والتركيز الكبير في البطوله الافريقيه يستمر التركيز حتى هذه المباراه. المباراه مهمه جدا غايبه عننا بقى لها 7 سنوات، جمهور النادي الاهلي اكيد منتظر هذه البطوله بشكل كبير. ان شاء الله باذن الله الموسم ده يكون تحقيق لكامل البطولات لكل فريق النادي الاهلي. بص يعني باذن الله هيبقى في انتصار للاهلي وكلنا متوقعين ده وكلنا عندنا ثقه في هذا الشان. بس قبل ما اختم معاك يا كريم انا عايزه اروح لنقطه برضو مهمه وفكره هنا عشان نطمن حتى الناس اللي بتتابعنا دلوقتي، لان انت عارف الفتره اللي فاتت سمعنا كتير عن اللعيبه عندهم اجهادات، فانا عايزه اروح معاك طمنا الاجهادات اخبارها ايه دلوقتي، كمان مش بدنيا بس التاهيل النفسي لان ده شق في غايه الاهميه، الوضع فيه ازاي، التاهيل النفسي ماذا تم علشان يقدر او نقدر نقول ان اللعيبه حاليا كمان مؤهلين مش بس فنيا لا نفسيا. انت عارف حتى استقبالا لكلامك انت قلت الرحله كانت شاقه، ويمكن مش بس الرحله دي الوحيده اللي كانت شاقه، هم بقالهم في شقاء فتره طويله جدا ولسه قدامهم او امامهم مباريات وبطولات عديده، فخلينا نطمن منك على النقطه دي. الحقيقه طبعا يعني كل مره بنقول ربنا يكون في عون لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني على الضغط الكبير جدا والاجهاد الفتره اللي فاتت من مباريات متلاحمه في بطوله الدوري البطوله الافريقيه ومنها كمان الى السوبر، فيمكن كان ضغط كبير جدا الفتره اللي فاتت مع لعيبه النادي الاهلي. لكن الحقيقه زميلتي نهاوندي يعني اقدر اقول الجهاز الطبي بالكامل طبعا برئاسه الدكتور احمد ابو عبله وايضا كل الطاقم الطبي اللي موجود بيقوموا بدور كبير جدا للريكفري مع لعيبه النادي الاهلي، وده امر مهم. بعض الاجهزه كمان متواجده معانا، وده اللي يمكن المناخ اللي بنقول عليه اكتر من مره، كل ما يخص لاعبي كره القدم وقطاع كره القدم بالكامل بيحاول يوفره مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. اللعيبه اقدر اقول لك طبعا في حاله اجابه بسيطه، لكن النهارده ان شاء الله باذن الله هيكون تدريب، هنشوف اللعيبه بشكل كامل طبعا، وهنشوف على مدار الساعه او اكثر من ساعه طبعا التدريب هنشوف اللعيبه وصلت لايه المرحله، لكن الاجهاد كبير ما اقدرش اقول لك طبعا ما فيش اجهاد، لكن ان شاء الله باذن الله مع مرور الايام باذن الله يبدا بشكل كبير لعيبه النادي الاهلي تستعيد قوتها من جديد على ان تكون بنسبه 100% ان شاء الله جاهزه يوم المباراه. التحضير النفسي والتحضير الذهني ده دور كبير طبعا مع اللعيبه الكبار طبعا هنا في النادي الاهلي بجانب الجهاز الفني بالكامل. بطوله كبيره جدا طبعا ويمكن 90 دقيقه فقط، ما فيش تعويض، الفرصه اللي هتضيع ما نقدرش نعوضها، ويمكن ده اللي بيتاكد عليه الجهاز الفني بالكامل ان لابد ان احنا نستغل هذه المباراه انصاف الفرص. كل الامور دي اكيد بيتسو موسيماني هيحضر لها، توزيع المباراه هيكون ازاي، هنبدا نضغط امتى، هنوزع الجيم بشكل كامل ازاي، لكن لسه الامور دي طبعا هنبدا فيها من النهارده، لان خلاص النهارده زي ما بقول لك مع مرور الايام هيكون كل يوم تدريب في جزء تكتيك في بعض الجمل الخاصه بيه طبعا تنفيذها في المباراه، وقفه اللعيبه العكسيه، كل الامور دي ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون مركزه بشكل كبير وتستوعب تعليمات بيتسو موسيماني، والتوفيق ان شاء الله يكون معانا. لكن يا رب ان شاء الله باذن الله بس لعيبتنا تكون مركزه بشكل كبير جدا المرحله دي، والجو كمان ما يبقاش ليه تاثير علينا، وباذن الله ان شاء الله باذن الله مع شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء الكبيره اللي بنشوفها خلال الايام الماضيه تكون حاضره كمان في هذه المباراه، وباذن الله نتخطى هذه المباراه ويكون دولاب بطولات النادي الاهلي موجود في السوبر الافريقي. أتمنى ذلك. شكرا ليك جدا كريم، ومتابعين اكيد برضو التغطيه المستمره بتاعتك على مدار اليوم وان شاء الله يعني كمان على مدار الايام القادمه. واحنا بنتكلم مع كريم كابتن صديق الجمال كاسب ماسك الورق وعمال يكتب ملاحظات عايزين بس لفت نظري نطلع فاصل على الطاير ونرجع بقى نشوف الملاحظات حضرتك بتاعت ايه. ماشي فاصل ثم عوده. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي وضيفنا العزيز كابتن الجمال اللي كان عمال يكتب ملاحظات. ايه بقى اللي عمال تكتبه يا كابتن؟ لا مش ملاحظات يعني. امال ايه؟ العزيز بتاخد كريم مخالفه كده مع كل كام جمله تجي. لا كريم في التقرير يعني هو اتكلم على ايه؟ على قال لك المباراه مهمه جدا والاهلي عايز يحسم لان المباراه واحده يعني مش مباراتين، مباراه نهائي يعني. فالاهلي كان عامل ليه حسابات خاصه عشان كده مركز في تدريبات هجوميه عايز يحسم اللقاء من الاول. تاني اتكلم على الطقس
هتكلم على امور تانية. البطولة ان شاء الله تبقى السبعة اللي حقق ست بطولات. فسفر الفريق برضو بدري عطى ارتياحية كويسة جدا جدا للفريق وللجهاز الفني، لان بعد المباراتين اللي هم جامدين جدا مع صن داونز ان هو راح بدري الدوحة، فدي تفرق مع الفريق وتريح المدرب وتريح اللعيبة عشان كمان يتأقلموا على الجو اللي يلعبوا فيه والمناخ، رغم ان في حر جامد جدا هناك بس الرطوبه برده مش عاليه قوي، ودي برده ان شاء الله الاهلي يتاقلم عليها باذن الله وعشان يقدم مباراه كويسه باذن الله ويحسم اللقب يعني ان شاء الله. انا هروح مع حضرتك للنقطه دي بس مش عايزين برده نقف عندها كتير، لان احنا خلاص الاهلي المفروض ان هو يكون اخذ على الجو ده، واعتقد يعني هو حتى مر بظروف زي دي والحمد لله تخطاها. هو يمكن طبعا الدوحة احنا عارفين قبل ما نروح ان الجو هيبقى مختلف تماما، يعني درجات الحرارة هناك تتراوح بين 42 و43، يمكن يوم المباراة عشان هيبقى الساعة 6 او 7 بتوقيتهم الجو ممكن يكون باي ديفولت او يعني حظنا حلو ان هيبقى اهدى شوية من فترة الظهر. لكن لو اتكلمنا عن التاكتكس بقى واتكلمنا عن يعني اكتر في وش انا هشيل وقت خالص لو اتكلمنا عن الفكر اللي حضرتك بتتوقعه من قبل موسيماني. احنا في صن داونز الاياب كنا مش معتمدين على الهجوم على قد ما احنا كنا معتمدين على الدفاع شويه، في الذهاب لا احنا كنا عايزين نحرز اهداف، لكن ما كانش في الاياب فارق معانا ابدا الاستحواذ. هنا بقى في المباراه دي اكيد احنا عايزين الفوز، فهيفرق معانا الاستحواذ، هيفرق معانا الهجوم، هيفرق معانا ان احنا كمان يعني ندافع بشكل كبير. فاعتقد كل حاجه مفروض ان هي تتم في هذه المباراه حاسم من مباراه واحده. خلينا نفهم بقى. عشان كده الاستعداد بتاع النادي الاهلي وتدريباته في الدوحه ان هو الشغل كله الشغل ان هو يخلص المباراه من البدايه، فاكيد هيلعب بتكتيك معين، هيلعب هيضغط الحته اللي فوق. ومستر موسيماني في ميزه كويسه ما بيفرطش برده في الحته الهجوميه على حساب الحته الدفاعيه، بيلعب بخطه متوازنه، يكون عنده تامين دفاعي كويس جدا وعنده برده استحواذ في نص الملعب عشان يدي راحه للناس اللي هي فوق، يبقى في تواصل بين الخطوط تبقى قريبه بحيث ان ممكن من الاول ربنا يكرمنا نقدر نحرز هدف او نحرز هدفين نحقق من الاول نتيجه كويسه عشان ناخد البطوله. لما تحرز الاول تدي معنويات تدي ثقه، الفريق بتاع نادي البركان هيضطر يفتح خطوطه عشان عايز يجيب جول وعايز يلعب لقدام. طول ما النتيجه هي 0-0 الفريق الثاني مرتاح هيلعب بتامين دفاعي ومش هيفرط في الحته الهجوميه. هم كمان الود ودهم ان ال 90 دقيقه يخلصوا ويلعبوا بلانتيات. ما هو بقى عايز يعني ايه زي ما بتقولوا ايه يبوظ لعب النادي الاهلي، يعني يبقى يدافع انت الجريء بلعبه، يبقى في عنده كتره عاديه في نص الملعب يعمل زحمه، لما في مساحات هتبقى لصالح النادي الاهلي عشان احنا عندنا سرعات في الثلث الاخراني وعندنا لعيبه ممكن تحسم اللقاء ان شاء الله. بس هو الاهلي بنتمنى ان احنا باذن الله من الاول ان احنا نسجل. وموسيماني في المباريات اللي هي بتبقى مباراه واحده بيبقى تركيزه طبعا في المباريات كلها عالي جدا، بس دي عارف ان مفيش بدايل ملهاش تاني. واحد يعني لازم تحرز اللقب، لازم تسجل، لازم تكسب، لازم تحافظ على المستوى الريتم المباراه بالنسبه لك بالنسبه ل 90 دقيقه. هو بيحب الحته الدفاعيه يامنها كويس جدا جدا، وبيحب برده ما يفتحش خطوطه بالذات مع اي فرقه هو بيعمل لها حساب. يعني شفت ماتش صن داونز حتى المباراه في القاهره وفي ناس بتقول لك ان صن داونز مسك كوره ما هو في استحواذ بيبقى سلبي اختراق، ما هو مش ايجابي. مش ايجابي ليه؟ عشان موسيماني بيقدر يقفل على الفرقه الثانيه الحتت اللي فيها ايه ما يبقاش في ديفوهات عندنا في حته خط الظهر او في نص الملعب، فبيعمل تقارب بين الخطوط وفي مهام بتبقى دفاعيه كويسه جدا للعيبه الوسط. وفي ميزه كويسه في لعيبه النادي الاهلي يعني الحمد لله عندنا انضباط تكتيكي عالي جدا بالذات المهام اللي بياخدوها من المدرب بقى كله مقفل، الناس بره مستعجله ما تطلع تهاجم ما تطلع تسيب مكانك، لا بيلعبوا بحرص لازم يطبق الطريقه اللي المدرب بيلعب بيها. وفي نفس الوقت الماتش ده ان شاء الله هيبقى عندنا كتره عدديه فوق في الثلث الاخراني وبالذات في اول ربع ساعه عشان نحرز ونامن وباذن الله نحقق اللقب يعني. يا رب ان شاء الله باذن الله. لو نقول بقى وش كابتن صديق علينا حلو. لا مش وش لا مش لا مش وش انا أكيد. لا مش وش انا النادي الاهلي الحمد لله عودنا اي حضرتك منافسات او اي بطوله بيخش فيها بيلعب على اللقب، وطبعا اللي بيجتهد ربنا بيكرمه، ما فيش حد بيتعب
والتوفيق ما يكونش معاه. احنا في انتظار كرم ربنا وفضله علينا ان شاء الله، يعني بطوله جديده تضاف لسجل بطولات وانتصارات النادي الاهلي. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا. ربنا يخليك. نورتنا نورتنا كابتن سيدي، وما تغيبش كده يعني، انت معانا اخر مره من كذا شهر صح؟ ان شاء الله باذن الله. باذن الله. وتابعنا بقى باذن الله برده الحد الجاي، هنتكلم ونقول صباح النصر زي ما احنا متعودين. أيوة. ان شاء الله. ان شاء الله. نشكر كل حضراتكم على حسن المتابعه في حلقتنا النهارده. بكره باذن الرحمن يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.